هشام هيتقدم ببلاغ انه يشك ان الوفاه جنائيه. طب هل ثانيه اتفضل حضرتك مش مؤتمر صحفي اعتبر ده بيان. الراجل حاسس ان مش حاسس ان في شواهد. النقيب مصطفى كان معانا دلوقتي هو السيده ناديه مصطفى وفي بعض الحاجات معينه كانت قالت بتقول انه في شك ان الوفاه جنائيه. هو ليه هشام بيشكر الاعلام بقى؟ سيبك انه بيغطي الاعلام ادى لحلمي بكر حقه الفني. ده حقيقي. يعني معظم القنوات والمواقع كانت بتقول مين حلمي بكر؟ ويستحق فنيا فادت له وضعه الوضع الطبيعي الفني تقديره وكل البرامج ساهم. يمكن البعض خدنا في السكه بتاعت الست دي شويه لكن في النهايه انا شفت مجموعه تقارير وهو شافها طبعا. عشان كده كان اول حاجه بيقول انا عايز اشكر الاعلام المصري.